مراسل غد عامر العروفي. إذا عامر، لو تحدثنا عن آخر التطورات الميدانية، الجبهة الجنوبية تشهد توترا يعني ربما بالمقارنة باليومين الماضيين هو الأكثر توترا، كيف تبدو الأوضاع الميدانية لديك؟ نعم شروق، في الحقيقة الأحداث متسارعة خاصة في الجبهة الجنوبية والجبهة الشرقية. أيضا في الجبهة الجنوبية كان هنالك تصريح لقيادة عمليات الجنوب وخاصة الحاكم العسكري لمدينة نيكولايف، قال بأن القوات الروسية تراجعت إلى ما وراء نهر الدنيبر، خاصة في مدينة خرسون تحديدا، تراجعت إلى ما وراء نهر الدنيبر، خاصة وأن مدينة خرسون أو مقاطعة خرسون يفصلها نهر الدنيبر، يفصل شقها الجنوبي وشقها الشمالي في هذه المنطقة. القوات الأوكرانية أكدت هذا تراجع القوات الروسية إلى الشق الجنوبي لمدينة خرسون، خاصة وأن هنالك القيادة الأوكرانية الجيش الأوكراني يشن هجوما مضاد منذ أسابيع على القوات الروسية المتواجدة في هذه المنطقة. أيضا كذلك قال الجيش الأوكراني بأنه كرر استهداف جسر أنطونوفسكي، الجسر الذي يفصل مدينة خرسون شمالها عن جنوبها، ليلة الأمس أيضا قصف هذا الجسر حسب ما أكد الجيش الأوكراني في بيانه صباح هذا اليوم. أما بالنسبة إلى المناطق الشرقية وتحديدا منطقة دونيتسك، الاستخبارات العسكرية البريطانية قالت بأنه هنالك تدور معارك عنيفة في محيط بلدة بيسكي، وأيضا تدور معارك عنيفة في محيط مطار دونيتسك الواقع شمال مقاطعة دونيتسك، خاصة وأن هذا المطار لا يبعد كثيرا عن منطقة سلافيانسك وهي منطقة استراتيجية. كذلك أيضا قال الجيش الأوكراني أن القوات الروسية استهدفت أيضا مدينة كراماتورسك الواقعة في وسط مقاطعة دونيتسك. كذلك أيضا مدينة بخموت تعرضت لعدة هجمات صاروخية حسب ما أعلنت الإدارة المحلية في هذه المدينة. أما أيضا في الذهاب إلى الشمال الشرقي وتحديدا مدينة خاركيف خاصة، فقد قال عمدة مدينة خاركيف بأن المدينة وضواحي المدينة تعرضت لعدة هجمات صاروخية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. كذلك أيضا تعرضت مدينة تشيهويف إلى عدة هجمات صاروخية استهدفت هذه المدينة. لكن في العودة إلى الجنوب هنالك حسب ما يرى، نعم شروق، نعم هذا عن الوضع الميداني عامر، ولكن أيضا إلى أين وصلت أو أين وصل تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف فيما يتعلق بقصف المحطة النووية زاباروتشيا، وأيضا ماذا عن حالها وآخر الأنباء الواردة عنها؟ نعم شروق، تحديدا في المناطق الجنوبية وهي الواقع في منطقة خرسون ومنطقة زاباروجيا التي تقع فيها محطة إنرجيدار في مدينة إنرجيدار، الجانب الأوكراني والجانب الروسي ما زالان يتبادلان الاتهامات بينهما بسبب قصف هذه المحطة. الجانب الأوكراني يقول بأن الجيش الروسي يستخدم هذه المحطة لضرب المدن الأوكرانية، خاصة لضرب مدينة نيكوبل الواقعة في مقاطعة دنيبروبتروفسك. صباح هذا اليوم أيضا تجدد القصف على مدينة نيكوبل وهي مدينة متاخمة لمحطة إنرجيدار. كان هنالك أيضا تصريح للرئيس الأوكراني قال بأن كل يوم يزداد فيه التواجد الروسي في هذه المحطة يزداد مخاطر إحداث انفعال أو انفجار في هذه المحطة. نعم شكرا جزيلا لك عامر العريقي مراسلنا من كييف.